جوه قد ايه؟ وطبعا احنا متابعين الحادث من ساعه ما اول خبر. يعني اولا خالص العزاء لكل اسر الضحايا، قلبي وقلب كل المصريين معاهم، لان يعني عايز اقول انها احيانا بيبقى في احداث تحدث او وقائع تحدث، مآسي تحدث في رايي انها دون سبب حقيقي. فبيبقى ده الوجع بيبقى اكثر، الالم بيبقى اكثر، الحزن يبقى اكثر، لان هل تهون علينا حياتنا الى هذه الدرجه؟ فخالص عزائي لهم، وعايز اقول لكل المسؤولين في مصر ان المساله اكثر من حادث قتل، لان الحكايه متكرره، وان المساله اذا كنا اردنا ان نبحث عن حل نتجاوز هذه الحادثه ونعرف ايه ماذا يحدث في حياتنا ككل، غير معقول وغير ممكن ان تتم حادثه في اوائل القرن الحادي والعشرين بهذه الكيفيه. من ساعه ما بدات اقرا من الصبح وانا بقرا اسباب عبثيه، القطر ماشي لوحده، سواء نط من القطر، وطبعا كميه التضارب وكلها اسباب انا بعتبرها اسباب غبيه كمان، يعني وتجعل الالم زي ما يكون أكبر سكين وأكثر. بلا مبالغه سكين يقطع في القلب. مش ممكن يا جماعه، مش ممكن، مستحيل ان يكون ان يحدث في مصر مثل هذا في اوائل القرن الحادي. خلاص احنا دخلنا في الربع الاول من القرن الحادي والعشرين. كانوا وانا جاي في السكه كان الاذاعه بتتكلم على الاداره الذكيه. طب انا يعني من المأساة، تعرف انا عملت حاجه مؤلمه جدا وانا جاي قبل ما اجي لك، قعدت اقلب عن حوادث القطارات في مصر ابان الاداره الانجليزيه، ما اكتشفتش، ما عملناش في نفس او ما عملوش فينا اللي احنا عملناه في نفسنا. القطارات منتظمه، صحيح احنا ازدحمنا، زدنا، كترنا الى اخره، بس كمان اتعلمنا وعندنا تكنولوجيا، عندنا وعي. ما ينفعش ان كنا ندير السكه الحديد من 60 سنه احسن ما نديرها الان. ومن سوء الحظ كمان، او اللي بيخلينا اكثر، انا اول بدايه حياتي اصلا كنت محاسب في حسابات الحكومه في وزاره الماليه، وكنت براقب على السكه الحديد بعد ما خلصت جيشي كضابط احتياط. مش عايز اقول لك طبعا الاخطاء هي من ساعه من مش ممكن يا جماعه، حرام. طيب انا هلخص لحضرتك فخالص العزاء، يعني عايز اقول يعني لو اعرف يعني نروح كلنا نعزي هؤلاء الناس الذين فقدوا حياتهم او حياتهم دون سبب. كل ما سمعته منذ ان وقع هذا الحادث وحتى لحظه اجراء هذا الحوار هقول لحضرتك يتلخص في امرين. مطالبات كل من سمعناه من المواطنين المصريين بيقول نعم نريد ان تقتص الدوله والجهات المعنيه لضحايا هذا الحادث ولأسرهم من المتسببين في هذا الحادث الكارثي حسب وصف حضرتك واتفقنا جميعا، وأن تعمل الدولة بشكل أيضا يوازي عملية القصاص بالقانون على عدم تكرار أو تفادي تكرار هذه الأحداث، أن نمشي في الخطين وليس خط طبعا التعامل فقط أو رد الفعل فقط. إن شاء الله يكون في اهتمام والتفات من الدولة قدر المستطاع، وأن نعمل على يعني أننا ننهي تماما وتدريجيا إن شاء الله في الأعوام القادمة أسباب تكرار هذا الحادث، وأن نواجه هذا الإهمال اللي بيرى الكثيرون أو تجمع الآراء على أنه لا يقل خطورة عن مخاطر كبيرة جدا تحيط بعالمنا العربي وبمصر على وجه التحديد، مثل الإهمال والإرهاب. الإهمال يعني بدرجة كبيرة مثل الفساد والإرهاب يمثل طبعا خطورة كبيرة على أي وطن، وإن شاء الله نأخذ بالأسباب التي تعنا وتساعدنا على تجاوز هذه الأزمة وعدم تكرارها في الفترة القادمة إن شاء الله، على أن يكون هناك قصاص بالقانون حسب حجم ويوازي ومناسب لفداحة هذا الحدث. خلينا ننتقل